عندنا مثلا حاجة زي العطور الشرقية بتيجي من السعودية وبتيجي من الإمارات، وفي حاجات غربي بتيجي من فرنسا، وفي بتيجي من إنجلترا، وفي من أمريكا، وفي من سويسرا، وأفضلهم طبعا السويسري. يعني في حاجات مثلا منتجات زي السكادا في الحريمي، في الجوتشي، في المونبلو، الفيكتوريا سيكريت، الحاجات دي شغالة اكتر من حاجات كتير موجودة. في مثلا في الرجالي في تومي هيلفيجر، في المونبلو والباكوربا. هنعمل ازازة عود مخلط إماراتي، ده منشأه الإمارات. دي الإزازة 50 ملي، تاخد في حدود 15 جرام. لو حاجة ممتازة قوي بنضيف عليها المثبت عشان يساعد على تثبيتها أكتر في الهدوم، وبنكمل الباقي كحول. بس والموضوع سهل جدا، بنقفل الإزازة بنرجها كويس، وبكده بقت جاهزة. الأسعار حريمي أو رجالي ما بتختلفش قوي، هو تقريبا بيبقى نفس الرينج. الجرام في حدود تقريبا 2 جنيه تقريبا. احجام الازايز عندي في ازازه بتبدا من 30 مللي، في 50 مللي، في 100 مللي. الاسعار بتتراوح ما بين 20 25 لغايه 60 70 في الحاجات العاديه.